نتواصل معكم عبر هذه المساحات الخدمية، ونسعد أن نرحب دعوة الله ينضم إلينا لهذا اليوم الأستاذ جمال الدين محمد عثمان، نائب مدير إدارة التحصين بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، لنتحدث معه ونتعرف أكثر على حملة القضاء على الحمى الصفراء. أهلا بك أستاذ جمال الدين محمد، وأسعد الله كل أوقاتك بالخير. أهلا ومرحبا بكم، وشكرا للاستضافة الخاصة بالقضاء على واحد من الأمراض الخطيرة جدا جدا بالنسبة للحمى الصفراء في ولاية الخرطوم، وهي الحملة يمكن واحدة من المراحل اللي تم تنفيذ حملات الحمى الصفراء فيها، يعني بدت في معظم ولايات السودان، يعني نفذت الحملة ما عدا ولاية الخرطوم. يمكن الحملة بدت من يوم 3/11 وحتستمر لحد 3/11 لحد 12/11 إن شاء الله، هي مدة 10 أيام. فكرة عامة نديها لكل المشاهدين عن مسببات الحمى الصفراء وأعراضها ومضاعفاتها. طيب، هي الحمى الصفراء طبعا من الأمراض الفيروسية ومرض نزفي، يعني واحد من الأمراض الخطيرة جدا جدا، وبتنتقل عن طريق بعوضة المصابة بالمرض، يعني هي مسميها الزاعج المصرية أو الإيدس إيجيبتاي. وهذه يمكن الأعراض بتصر على الإنسان، أو الأعراض الأولية بتكون عبارة عن حمى، ارتفاع درجة الحرارة، إضافة لأنه بيكون في صداع، وبعد ذلك بيكون في اصفرار. حتى الموضوع بتاع الاصفرار هو عبارة عن يرغان، وبعد ذلك بيكون في ألم في العضلات، بيكون في غثيان واستفراغ وكده، بيكون في إجهاد عام للجسم، إضافة لأنه في بعض الحالات بتكون المراحل الخطيرة وخيمة، ممكن بتكون من 6 إلى 7 أيام أو من 3 إلى 6 أيام، وممكن تحدث نصف الناس المصابين بالحالات الخطيرة دي يعني بتوفوا يعني. فعشان كده هو مرض خطير ومرض فيروسي طبعا ما عنده علاج، وهي زي ما في التاريخ الحديث انه ممكن حصلت اوبئه بالنسبه لنا في السودان. يمكن سنه 90 كان في وباء كبير جدا جدا في جبل مره، يمكن اكثر من 25,000 حاله بتاعت حمى صفراء، وفيات في اكثر من 2000. برضو في 2005 كان في جنوب كردفان برضو يمكن اكثر من 600 حاله فيها، برضو الوفيات اكثر من 100 حاجه، يعني يمكن الوفيات دائما بتكون اكثر من 40 إلى 50% من الناس اللي مصابوا بالحالات بتاعت الحمى الصفراء. فبالتالي دي واحده من الحاجات الخطيره جدا جدا، من الامراض الخطيره. وبالتالي في مبادره عالميه من منظمه الصحه العالميه على اساس انه الحزام الموجود او الحزام المداري او في افريقيا اللي بيكون فيه الحمى او بعوض المسبب اللي بينغل المرض. فبالتالي تم التدخلات في عدد كبير من الدول، يعني من ضمنها السودان، وبدأ الحملة يمكن الحملات بالتنفيذ من 2014. يعني الآن الشغل الآن موجود ده، وهذه الحملة هي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. أيوة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف. يعني دي الشركاء الأساسيين بالنسبة لتنفيذ الحملات، يوفروا الأمصال واللقاحات وكذا على أساس أنه يتم تنفيذ الحملات بالنسبة للحمى الصفراء. نعم. طيب، عاوزين نعرف موقف السودان من حيث عدد الإصابات عالميا. طيب، زي ما ذكرت انه موقف السودان حتى الان، يمكن ذكرت انه الوباء بتاع 1990 في جبل مره، 2005 كان في جنوب كردفان، في 2013 برضه كان في كردفان والنيل الازرق. نعم. اضافه لانه 2013 ثاني كان في حالات برضه في 43 حاله في جنوب كردفان. الان ما في حالات في السودان، لكن الوضع العالمي في اكثر من 200,000 حالة عالميا، يعني إصابة ولا وفاة؟ إصابات. وبعد ذاك الوفيات بتتراوح ما بين 20 إلى 30% من الـ من الـ من نسبة الحالات. نسبة كبيرة طبعا، ما بسيطة. هي نسبة كبيرة، ويعني ممكن مرض خطير جدا جدا. كل إصابة تؤدي إلى وفاة؟ لا، يعني ممكن لو حالة حرجة، الحالات الحرجة ممكن نصها بتوفى. الأعراض الخفيفة ما، لكن هي حمى نزفية. فبالتالي أي إصابة وخيمة يعني يمكن يحصل فيها نزف وكده، بالتالي ممكن توقع انه نص الناس المصابين يتم بيتوفوا. نعم. يعني مثلا حتى عندنا في السودان، يعني مثلا الارقام اللي عندنا 2013 يمكن 43 حاله، اللي توفوا منها 25.
يعني 50% نسبة الوفاة كبير. فمن طيب 114 حالة مثلا في النيل الأزرق الوفاة كانوا 83، الكلام ده كله في 2005، فيعني نسبة الوفاة فيها عالية جدا تكون عالية. طيب نتكلم برضو عن الفئات العمرية المستهدفة بالتحصين يعني واللي بينتشر بين المرض. طيب ممكن الفئات المستهدفة بالنسبة للتضعيم في الولاية هي الأطفال من عمر 9 شهور لحد 60 سنة، ده المستهدف بتاع الحملة يعني تقريبا معظم سكان الولاية يعني احنا. طيب ليه ما أقل من 9 شهور وليه ما أكثر من 60 سنة؟ أي في أقل من 9 شهور ممكن لأنه بتكون في مشاكل بالنسبة للناس اللي يصابوا الأطفال مثلا أقل من 9 شهور لو أخذوا اللقاح ممكن يعمل لهم مشاكل ممكن ما يقاوموا اللقاح لأنه لسه الجهاز المناعي بتاعه لسه ما يتكون وكده، بالتالي ممكن يعمل مشاكل. الفئات العمرية من 9 شهور لحد 60 سنة دي كلها نحن منطعمة، أكبر من 60 سنة ما منطعم. أكبر من 60 ما حيتعرض للإصابة؟ ما منطعم ولا لأنه التضعيم برضه ممكن يعمل له مشاكل. مضاعفات أو مشاكل. أي. فعشان كده مستهدف بتاع الحملة كبير جدا جدا في ولاية الخرطوم، يمكن أكثر من 7,400,000. يعني هسه يمكن قاعدين كلنا في الاستوديو مستهدفين المفروض ناخذ التطعيم، فبالتالي دي فرصة هي حقنة. حقنة بسيطة يعني. حقنة السكري ولا الكبيرة؟ لا حقنة صغيرة يعني هي. السكري الصغيرة. هي دي نص سيسي وحقنة صغيرة يعني ما بتكون فيها. أنت كان تبدأ من هنا وين اللقاحات معك؟ هي حقيقة كل الناس مستهدفين يعني كل الناس اللي في الشارع في الأسواق في المدارس في الرياض المؤسسات المعسكرات تحت الجيش الشرطة كل السكان يعني يمكن ولاية الخرطوم فيها أكثر من 8 مليون إحنا عنطعم أكثر من 7,400,000 شخص يعني في الولاية، بالتالي هو عدد كبير وعب كبير جدا جدا على مدار العشرة يوم. مفروض كل المؤسسات كل المدارس الناس في البيوت يتوجهوا للمراكز بتاعت التطعيم على أساس أنه يلقوا الفرصة. وبعدين واحدة من الحاجات الأساسية بالنسبة للحمى الصفراء أنه اللقاح يعطي يعني مناعة مدى الحياة، وبكون في فرصة برضو للناس اللي بيسافروا مرات بتكون عندهم مشكلة أنه الكروت بتاعت الحمى الصفراء، فبرضو فكرة بعد الطعم بدوك له وبعدين لما تيجي مسافر بس تمشي ناس الغمصيون الطبي ينزلوا لك نفس المعلومة بتاعت الكرت من غير ما يطعموك، لو انت مطعم وماخذ الجرعة بكون كاتبين المعلومات فبالتالي بيستخرجوا لك الكرت بتاع الحمى الصفراء للناس اللي بيسافروا بصورة سهلة. جميل. طيب عشان ما نلقى صورة أكثر تعاون الأديان بتاعتكم أكيد أنت ذكرت حتى الطرقات الأسواق المختلفة بتكون منتشرة، قلت أكيد حتصل للمنازل، فعاوزين نتعرف على آلية عمل التيم الشغال في الحملة دي بالضبط، وشنو الناس تقدر يميزوا كيف في زي معين في حاجة معينة؟ طيب الحملة طبعا الطريقة بتاعت الشغل عندنا ثلاثة استراتيجيات. طيب الاستراتيجية الأولى هي المراكز الثابتة. المراكز الثابتة منقصود بها مثلا المستشفيات، المراكز الصحية، المستشفيات الخاصة، الحتات اللي أصلا بكون فيها موقع بتاع خدمة صحية موجود. والشيء الثاني عندنا المراكز المؤقتة، أو المؤقتة دي بتكون في المدارس لأنه أنت بتيجي بتطعم المدرسة وبعد تنتهي طوال المفروض تنتقل لموقع آخر في الحي أو تمشي مدرسة أخرى. وعندنا برضو الاستراتيجية الثالثة هي الفرق الجوالة. فرقة الجوالة دي دائما للناس اللي بيكونوا في المناطق البعيدة المناطق الريفية. أيوة. القرى الريفية ما في طريقة انه ما بيكون فيها مراكز، فبالتالي بيكون في تيم جوال او فريق جوال بيتحرك من منطقة لمنطقة بتم تطعيم الناس المستهدفين في الحملة. اللبس المميز طبعا احنا اي فريق او مطعم بيكون عندهم مريلة صفراء يعني بيكون لابسينها مفروض في موقع التطعيم على اساس انه يكونوا معروفين، حتى لو جوا المنازل بيكون عندهم زي موحد ومعروف. إضافة للشغل في المراكز عندنا تاني حاشدين، مجموعة بتاعت حاشدين ناس ما جام انت موجود في المركز، الحاشد ده بكون هو بيمشي للمنازل يكلم الناس ويوريهم يقول لهم يا أخي والله في التطعيم في الحتة الفلانية مفروض تجي تطعموا، بكون عنده كروت بوزع عليهم على أساس أنه يعرف أنه الناس اللي مشي لهم دي كم منهم جو راجعين بعدين يجي شايل معاه الكرت للمركز عشان يقدروا نحصر كل الناس والناس الماجو عشان نتابعهم ويتم تطعيمهم. نعم. يمكن دي الاستراتيجيات الثلاثة اللي بيتم التطعيم بها. طيب لما نتكلم برضو عن التطعيم كثير من الأمصال دي قد يكون عندها أعراض جانبية يعني
دي بتدلل انه فعلا الجسم بدا يتفاعل مع هذا المصلح حيستفيد منه، عشان الناس ما يقلقوا يعني. هل تطعيم الحمى الصفراء ده عنده اعراض جانبيه متوقعه؟ هو يمكن اللقاح هو لقاح امن وما فيه مشاكل، لكن بعض ذاك بيحصل يمكن تكون في اعراض بسيطه يعني، يمكن حمى وحاجات بسيطه دي ممكن الناس يتفادوها. في بعض الزول بيجي حمى ما يقلق ده يعني، يمكن حاجات بسيطه ممكن حتى في المركز ذاته بوروه انه لو جات حمى يعمل شنو كده. في بعض الحالات زي ما ذكرت انه مرات اللقاح يتفاعل مع الجسم، ففي موانع للتطعيم يعني. مثلا احنا في ناس بنقول والله ما يطعمهم، مثلا سيبلين احنا قلنا الاطفال الاقل من 9 شهور ما يطعموا، الناس الاكبر من 60 سنه ما يطعموا. في المرضعات الاطفال اقل من 9 شهور للمرضع والطفله ما يطعموا، لكن المرضع مثلا الطفله تم 9 شهور هي وطفله يطعموا، لكن اقل من 9 شهور ما يطعموا. الشيء الثاني الحوامل لاي عمر من الاعمار الحمل ما يتم تطعيمه. في ناس بيكون عندهم حساسيه ضد البيض، يعني ممكن ياكلوا البيض بيجوا حساسيه، ده المفروض ما يطعم. ما يطعم. الناس اللي مثلا بيكون عندهم بيتعالجوا من الامراض زي الامراض المناعيه يعني مثلا الايدز وكده، بياخذوا بعض العلاجات، ده المفروض برضه ما نطعمهم. فدي ما يعني واحده من الحاجات الموانع، الزول لو عنده واحده من الحاجات دي خاصه حساسيه البيض، المرضعات، الحوامل، الاطفال الاقل من 9 شهور، دي الناس يعرفوا انه المفروض ما يطعموا في الحمله دي، لانه ممكن لو طعموا ممكن تحصل لهم اثار جانبيه زي ما ذكرت. هذول اذا طعم مرتين بتحصل لهم مشكله؟ ما هي يعني زول طبعا بيطعموه بدوه يعني افاده او كده افاده، ما هو ما بيعمل يعني، نامل انه ما يحصل الموضوع ده، لكن ما بيعمل حاجه يعني. لكن التطعيم حسب ده صعب الموضوع، خليه هو يطعم النصيصي ده كان يقدر على الباقي. استاذ جمال الدين محمد عثمان، نائب مدير إدارة التحصين وزارة الصحة ولاية الخرطوم، شكرا لك، كانت هذه معلومات وإضاءة وافية عن حملة القضاء على الحمى الصفراء، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا لك.